طيب. كانت صعبة. أخيرا قبل بس ما أقفل معاك ده سؤال شخصي برضو مني مهم جدا، هل لو قلت لك تختار لي ثلاث أسماء من الأسماء الواعدة في التحكيم المصري خلال الفترة اللي أنت كنت متواجد فيها؟ Listen, I don't want to name just three. I think حسنا الأمر صعب بالنسبة لي. إذا أردت أن أختار ثلاثة فقط، لديكم حكام دوليين جيدين وبعض الحكام خارج القائمة الدولية لكن لديهم خبرات كبيرة، وجدنا لهم مباريات جيدة، مباراة بين الأرجنتين والإمارات كان يقودها حكم مصري على سبيل المثال، وجدنا أن عصام كان إبراهيم كان قاد مباراة كبيرة ضد نجوم كبار في الأرجنتين مثل ميسي، ولكن ليس لديهم نظام خاص بهم ينطبق مع معايير الفيفا، فبالتالي الأخطاء التي نراها من الحكام المصريين لا أستطيع أن أقول أنهم لا أستطيع أن أقول أن الذنب ذنبهم، ولكن الكثير من التغييرات التي يجب أن تحل على هؤلاء الحكام. اشرح لنا أهم حاجة بقى في الموضوع أو آخر حاجة في الموضوع، يعني روشتة بسيطة جدا وسريعة جدا لتطوير التحكيم في مصر خلال الفترة الجاية من وجهة نظرك طبعا. يعني ما هو ينقص الحكام المصريين عشان يبقوا في مصاف الحكام الدوليين الكبار؟ أول شيء يجب عليك أن تبدأ من البداية. بالطبع الجميع ينظر إلى مباريات الدوري الممتاز، ولكن يجب عليكم أن تبدأوا من البداية. هذه مشكلة الكثير من البلاد وليس مصر فقط. حينما يبدأ الحكم في مدارس التحكيم، أنا كنت حاضر على اختبارات الحكام في الإسكندرية في ديسمبر، وجدت أن الحكام يحتاجون لنظام خاص بهم يرشدهم ويعلمهم، وهذا الأمر يتطلب أعواما عديدة من أول الدوريات الأدنى حتى مستوى الدولي. في مصر يجب عليكم أن تصبروا لسنوات لتطوروا الحكام. الأمر ليس فقط على أشخاص معينين، ولكن الأمر كمنظومة. هذا الأمر لا ينبغي أن يحدث في مصر. يجب عليكم أن تحسنوا المستوى بشكل صحيح، وليس فقط الرغبة لتحسين الحكام، يجب عليهم أن تعطوهم الفرصة للتدريب والتعلم فيتطوروا خطوة بخطوة حتى يصلوا لمستوى لأعلى مستوى في الدوري الممتاز. يوجد لديكم الكثير من الحكام، ولكن لنرى حكام على أعلى مستوى لا يوجد الكثير. لديكم 200 حكم تقريبا بمستوى جيد، ولكن يحتاجون الكثير. يوجد بعض الحكام لديهم مباراتين أو ثلاثة مباريات فقط طوال الموسم. هذا أمر صعب، كما هو الحال بالنسبة للاعبي كرة القدم. المشاركة تؤثر على مستوى الحكم. يجب عليكم أن تعطوا الحكام المزيد من المباريات، المزيد من الخبرة، المزيد من الاستمرارية. لديكم حكام كثر في الدوري، وهذا يخلق مشكلة كبيرة إذا لم تعطوا هؤلاء الحكام الفرصة. أستطيع أن أقول أن رؤساء المناطق في مصر أيضا يشتكون من هذه المشكلة. المباريات تدار عن طريق بعض الحكام فقط، ولكن يجب عليكم أن تبدأوا من الأساسيات. من أول ما يبدأ الحكم مهمته، يجب عليها أن يكون حكما متعلما متأسس حتى يصل لأعلى مستوى في الدوري المصري.
chances because there's too many referees. فالمشكله باختصار لا يحظى بالفرصه المناسبه للمشاركه وينقصهم الكثير من التعلم. اوكي كابتن ناصر بس اخر سؤال بعد اذنك. ماشي مستر جايتنبرج، من وجهه نظرك كم عدد الحكام من وجهه نظرك اللي هم يديروا مسابقه الدوري الممتاز؟ يعني الحد الاقصى للحكام كم حكم يقدروا يديروا دوري ممتاز من وجهه نظر حضرتك عشان نديهم الفرصه ان هم يلعبوا بشكل جيد كحكام ميدان وليس حكام مساعدين؟ اذا كان لديكم حوالي 16 فريقا فانتم تحتاجون بالنسبة لي تحتاجون مزيد من الحكام عما نراه الآن في الدوري الممتاز. لديكم الآن 16 حكم فقط تقريبا نراهم في أعلى مستوى في الكرة المصرية، ولكن يجب علينا أن نرى المزيد من الحكام، 40-50 حكم أستطيع أن أراهم مؤهلين ليقودوا الكثير من المباريات. يجب عليكم أن تستخدموا هؤلاء الحكام لتقيموا مستواهم بشكل جيد. ما رأيته الآن أن يوجد بعض الحكام لديهم الجودة ولكن لا ينالوا الكثير من المباريات أو لا ينالوا أي مباريات ليحكموها. أنا بشكرك جدا يا مستر كلاتنبرج على هذه المداخلة، وبشكرك على سعة صدرك وإجابتك لكل هذه الأسئلة. ومن وجهة نظري أن ما قاله مستر كلاتنبرج النهاردة هو إجابات للتاريخ، حاجات أول مرة نسمعها.